بسم الله الرحمن الرحيم. اخ يابا يابا. ايه ده؟ ده الدواء بتاع حماتي اللي رحت اجيبه من اسكندريه. ده انا دخت عليه دوخه لفيت يجي 100 صيدليه عبال ما لقيته. بس انا اول مره اشوف عند امي الدواء ده. ده الوجع الكلى. كلى؟ امي ما عندهاش الكلى، امي عندها السكر والمراره والضغط بس. يعني هي جت على الكلى؟ الحكايه وما فيها ان امك تعبت امبارح وابوك جاب لها الدكتور وهو اللي كتب لهم على الدواء ده وقال لهم مش هتلاقوه غير في اسكندريه. طب ليه ما كلمتش محمود او احمد؟ ما احنا ما رضيناش نقلهم وننكد عليهم. وابوكي لو كان اجازه النهارده كان هو اللي راح جابه، بس الراجل لجأ لي وعلى فكره محلفني ما تملكيش سيره يا هدى عشان ما تزعليش، بس انا كنت هعرف منين ان انت هتزوريني في المحل وتجيبي لي اكل معاكي كتر خيرك. اوعى العيال يكونوا كلوا الاكل. ها طب وتقفل الموبايل بتاعك ليه؟ وانت عارفه يا هدى ان انا ما بعرفش اكذب عليك، قلت اخدها من قصيرها بقى واقفل الموبايل. بس ده مش كذب، ده اسمه اصلاح ذات البين، وانت اللي قايل لي الفتوى دي، يعني مش حرام. بس ما جاش في دماغي خالص. طب انت دلوقتي واقف بتعمل ايه هنا اساسا؟ ما انا هروح فين يعني هعمل ايه؟ انا اول ما قالوا لي ان انت عديت عليها في المحل قلت لا بقى ما بدهاش، انا لازم اجي بقى واحكي لك على كل اللي حصل. ما انت عارفه ان انا ما بقدرش على زعلك. بس انت برضو في ست غلبانه مستنجده بيك عشان تروح تودي لها الدواء. اتفضل يلا روح ودي لها الدواء. طب اكل لقمه الاول. يا ساتر، هو انت على طول كده همك على بطنك؟ خلاص ما تقلقش، انت روح ودي الدواء هكون انا جهزت لك الاكل. يلا اتفضل اتحرك. حاضر، امري لله. يعني عليك يا امي، صاحبة عيا وغلبانة عايزة اصلي وادعي لها. حسين. نعم. متشللك يا اخويا اللي انت بتعمله مع اهلي ده في وقت زنقة، ما تحرمش منك يا جوزي يا ابو عيال. كتر خيرك. الله يسامحك يا عمي، ده انا بسببك النهارده كدبت كدب خليني اخش جهنم حتف. يا رب يا رب يكون اللي حصل دوت داخل تحت بند اصلاح ذات البين، والا تبقى حوسه كبيره قوي. يا رب. عارف خالتك ام جورج؟ روح اديها بقى علبه الدواء دي وقول لها ما نجلكيش في حاجه وحش. يا نهار ابيض يا حماتي، وانا اللي صدقت ان انت عيانه بجد؟ هو انا ناقصه عيا؟ انا فيا اللي مكفيني. اصل هدى بنتي حافظه كل الادويه بتاعتي، وعشان كده انا ما لقيتش حجه غير بتاعه الدواء الجديد دي. هات الشاي وتعالى ورايا. وانا لما سمعت الخطه بتاعه محمود انبهرت، قلت الواد محمود ده خطر، اتاريه وارث الخطوره منك انت يا حماتي. الحمد لله ان هدى ما طلعتلكيش، والا كنت انا اللي رحت بستين داهيه. جرى ايه يا ولد؟ هو احنا بنعمل حاجه غلط؟ يا سلام، بالله عليك ده انا لميت معاصي اسبوع في الكام ساعه دول. شفت بقى؟ عشان تعرف انك حافظ مش فاهم. ما هو انت لو تركز شويه مع الشيخ الشعراوي هتفهم دينك صح، بدل ما انت عامل لي فيها ابو العريف وفاهم كل حاجه وانت متنقل على عينك ما بتفهمش حاجه. منكم نستفيد يا مولانا. جرى ايه يا ولد؟ انت بتتريق عليا ولا ايه؟ طبعا بفهم. بص بقى، دلوقتي احنا بنرتكب ضرر صغير عشان نشيل ضرر كبير. انهي ألعن، خراب البيوت وضياع العيال، ولا نلم الموضوع بقى؟ يعني افرض دلوقتي امهم وابوهم اتطلقوا، ولا ابوهم راح اتكشح في 60 داهيه واتحبس، مين اللي هيضيع؟ مش هم العيال؟ اهو احنا بقى دلوقتي بنلم الموضوع. فهمت يا نباهة؟ خلاص هبقى اسال فيها عشان اتاكد. يخرب بيتك، انت هتسيح لنا يا ولا عشان تروح تتاكد؟ هتسال مين يا واد؟ انت اتجننت ولا ايه؟ وانا عبيط يا حماتي؟ هبقى اسال من بعيد لبعيد بالسيم كده يعني. بالسم ازاي ان شاء الله؟ هتروح تقول للشيخ فزوره؟ قوم يا ولد، قوم هات المصحف ده وحط ايدك عليه واحلف انك مش هتفتح بقك بكلمه. مش حالف. ايه انت خايف من ايه يا ولد؟ ما تخافش، هو انت عملت حاجه؟ انا اللي شايله ذنب الحكايه كلها، يعني ممكن ربنا يحاسبني ويجيب لي وجعه كلى بجد عشان انا اللي اتبليت على روحي. استغفر الله العظيم، انا يا واد كل ما بتكلم معاك صدري بيطبق عليا. سلامتك يا حماتي، الف سلام. الله يسلمك يا اخويا، انا هبقى سليمه قوي لو انت قمت وانكشحت من هنا. واعمل حسابك الساعه 10 تكون قاعد مرزوع هنا عشان تفهم حماك ايه اللي انت عملته بالظبط. اديك عرفت السكه، اتحجج باي حجه وتيجي. شغل مخك شويه، قوم بقى قوم. اعوذ بالله. يا ساتر، طبعا على صدري. Thank you.
تك على الصبر يا صاحبي، اديني بس 5 الم العد عشان الحاج ما يهللش الصبح. لا يا اخويا، لم انت براحتك وانا هشم شويه هوا على البحر. خلص وحصلني وفكر لنا في حته ناكل فيها لقمه قبل ما الواحد يشوف وش عاصم ونفسه تتسدد. عشت يا جامد. سلام يا صاحبي. اركب. يا نهار اسود، انت عايزه مني ايه تاني يا ست؟ بس ما تقلقش، بقف في البيت من ساعه. انا مش هورتك معايا لو كان ده اللي قلقك. قلقني ولا مش قلقني، انت عايزه مني ايه؟ ده انا قلت لك كلام يسم بدنك، انا لو منك وشفتيني تقتليني. ما هو الكلام ده اللي خلاني اجي لك تاني النهارده، انا ما نمتش من امبارح. خلاص يا ستي روحي شوفي سريرك فيه ايه، انا مالي؟ او رش الشقه، انما كده جنب الورشه حرام عليكي. حرام عليك انت لو ما وقفتش جنبي في اللي انا جاي لك علشان. لا هو ايه ان شاء الله. بص بقى، انا بصراحه فكرت في كلامك كويس قوي، وقررت اني فعلا لازم اواجه نفسي واقف معاها واقفه صح، واواجه البني ادم اللي بحبه وقررت اربط نفسي بيه. بس كنت برهنه ان كلامك مش هيطلع صح، بس للاسف كلامك طلع صح، وطلع هو حقير وغزلني. يا ستي حقير خزلك محمود ماله؟ وبعدين عايز اقول لك على حاجه، احنا جنب الورشه لعاشر مره، احنا جنب الورشه، لو حد من الصناعيه عدى هتقطع رزقي. طب اركب معايا نبعد عنه. انت عليك يا عفريت، اسم اركب اركب. نركب نروح على فين؟ مش انت راجل جدع وابن بلد؟ مين ابن كلب كذاب قال لك عليا كده؟ شاوري لي عليه في اسكندريه. لو ما كنتش جدع كنت فتحتني، عشان كده انا جايه لك عشان تقف جنبي. انا قررت اواجه الحيوان ده، وانت اللي هتساعدني. ولا تحب اني اروح لابويا واصدمه بالحقيقه؟ بابا عامل قلب مفتوح وممكن يروح فيها لو عايز. يا نهار اسود على حظك يا محمود، يا نهار اسود، يعني كده كده هيتقطع رزقي؟ اتفضلي اركب. اقول لك على فكره، اركبي انت وانا هحصلك بتاكسي، بس قولي لي هنروح على فين. بقول لك ايه، اركب معايا لو سمحت. البي قاعد دلوقتي في كافيه، وانا لسه بروح واخلص الموضوع ده دلوقتي حالا، وانت هتساعدني يعني هتساعدني. اركب يا اما اطلع لبابا. دي مجنونه خالص، مجنونه. طب انا هركب معاك، بس المشوار ده بس، المشوار ده بس، وبعد ما المشوار ده يخلص ولا اعرفك.